أعتقد الصديق العزيز الأستاذ أحمد يدافع عن الحشد، لكن هو بالحقيقة الأمر يقدم هدايا مجانية لأعداء الحشد. فعلا أقول لك يعني بصدق، سواء حديث البارحة عن الإمارات أو حديث اليوم عن الانقلاب وعن غيره، القصة مو هالشكل. الحشد مقاتل نوعي دافع عن العراق، نعم لا شك في ذلك، ولا يمكن استهدافه. ولكن ان نروح نصوره بطريقه انه هو ممكن يكون انقلابات وهو داخل خضراء وخمس يمنع انويه، انقلابات هذا يمنع انقلابات يعزز نظريه. يمنع انقلابات لا يا استاذ احمد، يا حبيبي احمد استاذ احمد، اذا 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 تحرك انت تقول احرك خمس انويه على القائد العام، يحركها على شنو؟ هاي في حال حدوث انقلاب من رئيس الوزراء على الدوله. بس سيد ليث دقيقه، ثانيتين واحد. العقود سيد ليث، سيد ليث تم القضاء، هاي الدقيقه الاخيره مو لي. العفو هاي شوف ها، لو عندك فصيل مسلح انا هم ما عندي فصيل مسلح يا معود، انا انا متبرع بيها لابو فراس، انا متبرع بيها لابو فراس. ايش قد يبقى وقت منطي يا له حبيبي يا اخوان؟ والله نصيحه مخلصه، تم خلال عقدين من الزمن الغرب وكل مخابراته انهت الاسلام السياسي السني بسبب اخطائه بجانب يعني التكفيري وجانب الاخواني، والان العقد الجاي لنهايه الاسلام السياسي الشيعي، يحتاج تحولون رجال دوله، يحتاج تعرفون خصوصيه المرحله، يحتاج الابتعاد عن الانفعال، يحتاج تعمرون. انا اشكرك ابو فراس الحمداني للكرامه، مو تذلون الناس. اشكرك.